السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كذلك عندنا سؤال يقول هذا محمد من أزيلال على الواتساب يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسألك عن حكم الصلاة على الميت في المقبرة. سيد الكريم، جاء وأورد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الفقهاء وتنقلها يعني أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أنه الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان خارج المسجد معد للصلاة على الجنائز، معروف بمصلى الجنائز، وكانت تقريبا ملتصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرق. يشهد لذلك جملة من الأحاديث الصحيحة يعني الثابتة في ذلك. وعائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. فعائشة تقسم بالله إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذين الولدين في المسجد، وهذه كذلك تدل على جواز صلاة يعني الجنازة في المسجد. وبالنسبة للمقبرة، نعم هناك بعض الأحاديث يفهم منها أن المقبرة ليست صالحة للصلاة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن في بيوتكم لا تجعلوها كالمقابر، فاستفاد بعضهم من مفهوم هذا الحديث أن المقابر ينبغي أن تكون منزهة وخالية عن الصلاة، ولا يجوز أن يصلي الإنسان في المقبرة. ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الجنازة في المقبرة رجل، وفي رواية امرأة كانت تقوم المسجد، وفي بعض الروايات هو الرجل كان يقوم المسجد. مات فدفنها الصحابة ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقد هذا الرجل أو تفقد هذه المرأة، فسأل عنها فقالوا له يا رسول الله إنها ماتت فدفناها ليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل آذنتموني؟ كان لكم تخبروني. ومشى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعني صف حوله وخلفه عفوا الصحابة وكبر عليها أربعا. فهذا الحديث يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.